الإخوة وطلاب الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنبر ده الليلة مخصص في الرد تحديدا على زندقة وكفريات المؤتمر الشعبي التابع للدكتور حسن عبد الله الترابي الذي هلك وأراح منه البلاد والعباد وكثيرا من الدواب. أول حاجة جماعة ديل امبارح قالوا كلام هنا، نحن حسب وجودنا في الجامعات أكثر من 15 سنة تقريبا وزيادة ما وجدنا حزب، لا حزب إسلامي كما يسمى ولا حزب إلحادي ولا تنظيم كافر ولا زنادقة قالوا كلام زي اللي قالوه طلاب الترابي أعضاء المؤتمر الشعبي اللي قالوه امبارح في الكلية دي. أول حاجة كما سمعت من الإخوة المتحدثين النازل سب الرسول عليه الصلاة والسلام وبصريح العبارة الكادر الشعبي الترابي البليد قال هو أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومشى قدام قال الترابي ذاته أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وده كلام يعني نحن والله حتى الشيوعيين، شفت الشيوعيين ما سمعنا منهم كلام مثل هذا الكلام اللي قالوه أعضاء المؤتمر الشعبي امبارح في الجامعة دي، وده ما جديد عليه ولا غريب على أتباع الترابي من المؤتمر الشعبي، لأنه في الكلية دي ذاتها من نفس الجامعة جامعة السودان كلية الهندسة في نفس المكان ده قبل 11 سنة لورا تقريبا الشعبيين دي ذاته كادرهم اسمه عيسى بيقرا كلية القانون جامعة النيلين جابوا من هناك لركن هنا قال الحمد لله، دي من قول التيت من أول الركن قال الحمد لله والصلاة والسلام على ذلكم النبي الشاعر الكاهن، قال ولا أصلي عليه لأنه نبي، يعني مستخسر النبوة ذاته لنبينا ورسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام مستخسرة فيه، قال ولا أصلي عليه لأنه نبي ولكن لأن الله أمرني بذلك، في نفس الجامعة دي ذاتها. وأخواننا لما ردوا عليه وعلقوا لهم ملصقة في الحيطة إنه الشعبيين سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه شاعر وكاهن والكلام ده كفر وقال تعالى وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، جو ضربوا مع أخواننا، حصل ضرب معركة هنا والحمد لله جغموا هنالك وغنمنا اثنين شبشب وكيس صعود بفضل الله عز وجل، كيس الصعود مشى الزبالة ولعله الشعبيين يكون لقطوم على البامبرز ودوا دار المؤتمر الشعبي عرفتها؟ والنعلات أظنها يتبرعوا بها في الجامع ولا كده. المهم فده ده الحاصل، النازل عندهم زندقة وكفر وإلحاد من بدري من زمان مما قال الترابي كأبلة إنسان مر على هذه البلاد فيما أعلم والله أعلم، خلاص مما قال أنا أعلم من محمد عليه الصلاة والسلام، وفي جماعة قاموا عليه قال ها 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 لأني أتكلم الفرنسي ومحمد لا يتكلم الفرنسي، ونفس الكلام ده قالوا كادر الشعبيين امبارح. يعني أول نقطة أنا أقدر أثبتها، أول نقطة إنه زول ده ما جاب حاجة جديدة، ما هو الشعبي عنده وهم في مخه الموهوم إنه هو مجدد، مجدد أول ما يصحى من الصباح البيت بيلبس شراب جديد يعتبر نفسه جدد في الشرابات، ويجي الجامعة بجدعة جديدة، ويجي يقول له كفر جديد لو سألته ردد عليه قلت له الكلام ده بيغضب رب العالمين من فوق سبع سماوات يقول لك أنا مجدد، أنت ما مجدد، ده أول حاجة، لأنه الكلام ده والسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأول زول في البلد دي فيما نعلم قال هو أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الترابي، ما أنت يا شعيبي يا بليد، ده أول حاجة، يبقى أنت ما مجدد، كلام ده جبته من شيخك، أنت كونك تقلد شيخك يبقى أنت مجدد، كيف؟ كيف تكون مجدد؟ شيخك ذاته ما مجدد، الترابي ذاته أفكاره الكفرية دي كلها من إنكاره لعذاب القبر وإنكاره لنعم القبر وإنكاره لعلامة الساعة من نزول المسيح وخروج الدابة ومن خروج المسيح نزول عيسى بن مريم
وظهور المسيح الدجال وخروج الدابة وغيرها من علامة الساعة الكبرى والصغرى سبقوا ناس. التراب ذات ما مجدد أبدا، حتى في الضلال ما مجدد أبدا. والناس الناس متناقضين، ومبارح اتناقض ذاته الكادر الشعبي ده، ما فاهم ذاته بقول شنو، لأنه زول مقلد، مقلد لشيخ الهالك الزنديق الترابي. قال شنو في التناقض العجيب بتاعه؟ قال نحن المركزية بتاعتنا القرآن بس، مشى قدام يعني ما في سنة مش كده؟ طيب مشى قدام، قال يجوز للمرأة تصلي بالرجال جوا الجامع، يعني تجي الصبح تلقى خالتي عشية أما تجمع. قال والدليل، قال حديث أم ورقة بنت نوفل في سنن أبي داود. أنت قبل ما قلت مركزيتك القرآن بس كما زعمت، ما في ده ذاته كلام، العقل ذاته ما بيقبل. زول يقول لك أنا بؤمن بالقرآن فقط، أول حاجة تلقى متناقض زي ده، يمشي قدامي يجيب لك حديث، وحديث أم ورقة أبدا ما فيه إنها صلت برجال، كان بيصلي بنسوان أهل دارة، موضوع انتهى، لأنه ما في راجل واحد من الصحابي من الصحابة رضي الله عنهم كان بيصلي في البيت ده. والمعلومة عبد الله بن مسعود قال شنو؟ قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم نفاق. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل، يعني المريض مرض شديد، يهادى بين الرجلين ما قادر يمشي على رجلينه لحد المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقام بالصف وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. تقول لهم ورقة رضي الله عنها كانت بتصلي بالرجال، ده كذب، والحديث أبدا ما فيه رجال. ولما أندر ينقض السنة، شوف التناقض والكذب والغباء تاع المؤتمر الشعبي، لما دار ينقض السنة يقول لك أسمع السنة دي كلها كذب. طيب الدليل شنو يا شعبي يا ترابي؟ قال الدليل إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني، هذا حديث ولا آية؟ لا تكتبوا عني ده حديث ولا آية؟ حديث. أنت قبل قلت الحديث كله كذب، كله كذب، ده عرفت صدق كيف؟ كيف عرفت صدق؟ فده تناقض يدل على جهل وضلال أتباع المؤتمر الشعبي. والشعبين ده الحمد لله انتهوا زمان، لكن نحن بس بنضطر دائما في السنتين مرة أو في السنة مرة على الأكثر إذا بالغوا، بنلقى لهم ركن يسبوا فيه الله، يسبوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، زي كلامهم المبارح اللي قالوا برضه، قال نحن لما نذنب نزني ولا نسكر، شعبي دار عربي طبعا، نزني ولا نسكر يقول لك ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، ذرة بس ما يخلوها لنا. قال لما الصحابي يغلط يقول لك رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا جماعة قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ده منو؟ والقال ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ده منو؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ناس المؤتمر الشعبي أولاد التراب الهالك، الناس اللي بيعترضوا علينا نحن ولا بيعترضوا على رب العالمين؟ على رب العالمين ده واحد. اثنين، ده يدل انهم القرآن ذاته الناس زي ما مؤمنين به ابدا. والكلمة اللي بيقولوها انه مركزيتنا القرآن بس، السنة ما عندنا بها شغلة، هذه كفرية وكفر بالله. تطلع الانسان برا الدين باتفاق العلماء والمسلمين، لكن هي ذاتها كذب، كذابين فيها، كذابين فيها كيف؟ لأنه نازل عندهم رأي في القرآن ذاته. ورايهم في القرآن ده أصلا جابوا من الترابي، برضو ما مجددين. الترابي قال شنو؟ في ندوة لعلها هي ندوة الميدان الغربي جامعة الخرطوم كلية الهندسة بعنوان تجديد الفكر الديني، قال قالوا لنا خروج الدابة ويأجوج ومأجوج، قال ده كله كلام ناس ساكت. طيب الدابة جات وين؟ ربنا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض، ده قرآن، ده كلام الله في القرآن الكريم. الترابي أنكر القرآن. يأجوج ومأجوج جوين؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ده وين؟ ده في القرآن. يبقى الترابي أنكر القرآن ذاته. أما الكلمة اللي بيقولوها دي دار يغش بها المجتمع، المجتمع المسلم، إنه نحن ناس قرآن. والله وأنا مسؤول من الحليفة دي أمام الله يوم القيامة، أمام الله عز وجل،
المؤتمر الشعبي منهجه وأفكاره إنكار للقرآن وإنكار للسنة. ما السنة برا أبدا، لأنه ده إنكار للقرآن، ودي الكلام اللي ذكرته ده والأمثلة دي إنكار لآيات من القرآن. بعدين اللي بينكر السنة ذاته هو أنكر القرآن، لكن هم ما فاهمين القرآن ربنا قال فيه شنو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ما أخذ السنة ما أخذ الآية دي، والآية دي من وين؟ القرآن. وأجمع العلماء والمسلمون أن من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله أنكر كل الكتاب وكفر بكل الكتاب. اليهود ربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، مش أنكروا حرف، زادوا كمان حرف واحد بس، قالوا حنطة ودخلوا كده. ربنا قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. زادوا لهم حرف، مش أنكروا آية ولا أنكروا سورة ولا أنكروا آيات زي ما قاعد يفعلوا الآن ناس المؤتمر الشعبي أتباع الترابي. من هنا أنا بقول للطلبة وصية صغيرة في جملته لكنها عظيمة لأنها من الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ما يستحضر لأمثال هؤلاء أبدا أبدا. خلي تقعد بعض الطلبة يقعدوا يضحكوا يصفقوا لواحد زنديق ملحد ملحد يقول هو أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لحد ما يتوبوا من الكفريات والبدع والاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. وأنا ما وجدت تنظيم أبدا من خلال الوجود الطويل في الجامعات، والله تنظيم أسوأ عقيدة ومنهج وضلال للمسلمين زي تنظيم المؤتمر الشعبي بتاع ناس الترابي ده أبدا أبدا. والحمد لله رب العالمين ربنا كسره. أول حاجة يوم 4 رمضان أو 5 رمضان البشير ادى الترابي شلوت في صلاته جدع برا، دي أول حاجة التحية للبشير، عرفت كلامي؟ دي أول شيء جدع برا أول حاجة. بعد ذاك بقوا برا من السلطة والثروة، بعد ذاك فقدوا الدين ذاته، هم دينهم من البداية باطل أصلا، كفروا عديل. أنا بعني الترابي ومن كان على شاكلتي في المنهج من سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من إنكار لآيات الله وآيات من القرآن الكريم وإنكار لكل السنة ولكل الأحاديث. ناس بيعتقدوا إن الرسول كذاب وكلامه ما صح، طالب يقعد يحضر لهم ويصفق لهم، الكلام ده يا جماعة ما هزار، ده ما هزار ولا لعب، عرفته؟ ده كلام جد، كلام فصل، وما هو بالهزل. الناس زيل ما تحضر لهم لأن ربنا قال في كلامه الفصل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. تجي تقعد معاهم وتصفق لهم، قال لا لو دق لهم ركن لقوا الطلبة كلهم فرفاتوا، تاني بيجوا؟ تاني ما بيجوا. لكن لما نلقى طالب قاعد وبيصفق وده بيضحك وطالبة بيجاي قاعدة بيتشجع، بدل ما يعمل ركن في السنة يعملا 15 ركن في السنة. والسبب انتوا يا جماعة ما تحضروا للناس زيل، بل حذروا منهم الناس. ده أسوأ تنظيم مر على ساحات الجامعات السودانية. يا حتى الشيوعي اللي بيقولوا لا إله والحياة مادة، والله كلام كثير وكفريات كثيرة ما قاعد يقدر يصرحوا بها زي ما بيصرحوا بها الشعبيين أتبع التراب الليلة أتبع التراب الليلة. فده ده إجرام ما بعد إجرام. والناس دايرين من التراب شنو؟ التراب ده ضر السودان دينا ودنيا، خرب البلد تب، خرب العلاقات مع كل الدول كلها، خربها قطعها، عرفت كلامي؟ الترابي ده دار يغير حتى في الدين، حتى قال شيخه الملقب بشيخ شيوخ الحركة الإسلامية إنه الترابي يدعي إنه نبي عديل. ده أنا قلته، ده شيخ شيوخ الحركة الإسلامية وجابوا في جريدتهم ذات الصحيف حقتهم وقال أصلاً الدعوة يعني دي ذاته الترابي ذاته ما جدد فيها، قال لأنه جد الترابي ذبح في مكة. قطع عليه رقبته، انت قال في لعب ولا شنو؟ ليه؟ قال لأنه ادعى انه هو نبي
سعوديين قبضوه فصلوا الرقبة عن الجسد وانتهى الموضوع. فدي ذاته دي ذاته التراب ما جدد فيها ولا أتى بجديد، دي ذاته جاب من جده ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فنازع الناس مجارمة وناس عطالة وناس مجرمين وناس زنادقة الذين يعتقدون هذه العقائد الكفرية من إنكارهم لآيات من القرآن وإنكارهم لكل السنة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنكارهم لأصول الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإسلام. يا غتراب ده الصلاة الصلاة حصلة في ندوة الميدان الغربي جامعة الخرطوم، قال بدي الشهد تحياته لله الطيبات، قال ده كلام فارغ، أرجع في اليوتيوب قاعدة ولا بعيدة فيديو صورة صوت ترابي ذات، قال السلام، قال بعد ما ينتهي من التجود قال تلقى الواحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال انت بتسلم على منه؟ والله يا جماعة قال ده كله كلام فارغ، الحج ما خلاه، قال تلقى الواحد جاري بين الصفا والمروة، جاري وجاي جاري وجاي جاري وجاي، قال ده كله كلام فاضي، انت جاري ليه؟ قال رمي الجمرات في الحج، قال ده كلام فاضي، انت بترمي شنو؟ قال يقول لك في شيطان. ابن عباس قال الشيطانة، ده صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، قال الشيطانة ترجمون وسنة أبيكم إبراهيم تتبعون. شفت كيف؟ وده له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ممكن يقال على سبيل الرأي من أحد من الصحابة إلا يكون سمع ثبت ونص من النبي عليه الصلاة والسلام أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. فده دين، ما نحن ما ممكن نخلي للترابي. بعدين دعوة التجديد دي يقول لك يا أخي القرآن ده زي ما قالوا امبارح، قال ما دارين تفسير فلان ابن كثير ولا الطبري ولا الغرطبي ولا غيره للقرآن، قال أي زول يفسروا براو. طيب كلمة أي زول يفسروا براو دي كلمة منو؟ كلمة الشعيب العاطل ده، نحن برضو ما دارين كلمتك، صحيح ولا ما صحيح؟ ما انت بتقول لي ما دارين ابن كثير، كويس، ما دارين ابن جرير الطبري، كويس، سمح، ما دارين فلان من العلماء الإمام مالك، كويس، ما دارين أبو حنيفة، كويس. الكلام ده بتاع ما دارين أبو حنيفة وما دارين مالك وما دارين ابن كثير وما دارين الطبري، ده كلام منو؟ مش كلام الشعب ده؟ احنا برضو ما دارين. بعدين يا بليد يا شعبي يا بليد، لو انت بتقول للطلبة أي زول يفسر براو وما يلتفت لأحد من المفسرين يبقى ما في داعي تغمروك وانت فسر فيه القرآن، صحيح ولا ما صحيح؟ ما يزول يفسر براو، انت جاي ليه؟ ليه جاي؟ عرقان ودق سيستم وشغلتك كلها برا، ليه؟ سؤال ليه؟ عشان تفسر القرآن للطلبة، صحيح ولا ما صحيح؟ وعشان تقول لهم ما دارين فهم ابن كثير ولا أبو بكر الصديق ولا دارين فهم ابن عباس ترجمان القرآن، وديل كلهم حسب ما زعمت يا مجرم انه ديل جهلة وكذابين. اها انت كلامك ده نخلي ابن عباس ونسمع كلامك انت ليه؟ ده تناقض ولا ما تناقض؟ شوف الناس لو بيف... والله الناس الواحد فيهم بيفهم ما في، والله واحد فيهم بيفهم ما في ابدا، كما قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كيف الكلام ده؟ النازل بيقول لك أفهم القرآن براك، ما تسمع كلام زول، وهو زول بيجي بيقول لك الكلمة دي ذاته وبيفسر لك القرآن هو ذاته، يبقى ما في داعي تغمر كان، يبقى ما في داعي تشرح للناس القرآن بفهمك البليد السقيم المريض يا ترابي يا شعبي. فالناس اللي ما عندهم اي حاجه ابدا، وزمان ناظرنا عدد كبير منهم، واحد اسمه مين ابو القاسم انجغم في جامعه النيلين كليه القانون، واخواننا مسحوا به الارض بفضل الله عز وجل، الترابي ذاته اخواننا مسحوا به الارض بفضل الله جل وعلا، غيره. وحتى المجرم اللي مادي الله الطالع في الكفر اسمه منو؟ ابو بكر عبد الرازق، لا مادي الناس حسين خوجلي ومين بيستضيفوا فيه في الزول ده، ده انا نظرته قبل 12 سنه لما لنا ساوين في الكدر، ميدان كله نساوين، انا ما عارف ده بيحشدوهم كيف ذات، والله ميدان كله نساوين، هو بس قاعد
هو بس. شفت كيف؟ الباقيين كتنا ساوين. قال لهم الله ابو حنيفه بيفتكر انه بيقول كده. وقال انا بتحدى الجماعه ديل نحن يعني. فطوالي ركبنا عندنا شنطه بتاعت حديد فيها زخائر ثقيله. زخائر ثقيله جدا من التباسير وكتب اهل العلم. شلناها مشينا الرب رميناها قدامه. الكوزات قام جعارا واكورة. ده اول حاجه. قاموا قالوا لما الشغل الذين خجوا الصيلون خشينا وراهم جوا الصيلون. عرفت كلامي؟ من اليوم ده اكتفش ثاني ما جاء الا تفاجانا لقيناه في التلفزيون داري يظهروا ثاني ناس من الطائره التوم بتاع اس 24 وناس حسن خوجلي وغيرهم من المبتدعه والضلال داري ينشروا الضلال في امه محمد عليه الصلاه والسلام. وما بنخليك والله يا شعبي ما بنخليك. واي محل تمشي تلقانا وراك نفضحك فضيحه زي ما قالوا الجماعه بقلاقل. فضيحة كبيرة جدا وما بتقوم لك قائمة بحول الله جل وعلا بفضل الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. شباب كثيرين جدا بقوا مستنيرين وفاهمين الحاصل وكفروا بالأحزاب دي كلها. لا مؤتمر شعبي، لا مؤتمر وطني، لا طريقة تجانية، لا سمانية، لا ركينية، لا غيره، لا سرورية، لا مكتبة علمية، لا غيره. دي كلها أحزاب ضالة. كم ما أعرف أعرف كل أحزاب ضالة. وربنا حرم الأحزاب في القرآن الكريم. كل الخيم دي خيم بتاع أحزاب. ما تسمع ساي تراحم وتزاحم هوس. كل خيمة وراء شيطان يدعو إليه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس كل حزب منها شيطان يدعو إليه. حرام تنتمي لأي حزب، أي جماعة، أي طائفة، أي مؤتمر من المؤتمرات. القال كده منو؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني شنو شيعا؟ أحزاب وجماعات وطرق. يا أخي ربنا قال أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. الليلة ديل مؤتمر شعبي وقد انبثق المؤتمر الشعبي من المؤتمر الوطني وقد تبلور المؤتمر الوطني من الحركة الإسلامية وتمحورت من الإخوان المسلمين. ديل كانوا واحد بيقول الآن قريب سبعة. أنصار السنة كم؟ صار السنة الآن خمسة. جناح أبو زيد، جناح المركز العام، ديك ناس الإصلاح، ديك ناس المركز العام، ديك الجمعية، والجمعية بقت جمعيتان، جناح صالح اللمين وجناح شنو كده الوابل الصيب الحبوب، وبهناك صفوجية شغلت فرتقت، وديك بهناك اتحاد ديمقراطي بقوا 14. قالوا 14 حزب. الشيوعيين خرجت منهم حق، والحق الواحد بقى حقين، وعشنا وشفنا بقت حركة القوى الديمقراطية الجديدة وحركة القوى الديمقراطية الحديثة. حس الفرق شنو بين الجديدة والحديثة؟ ما الجديدة هي حديثة، وكل ما كان حديثا فهو جديد. الحاصل شنو؟ الحاصل شنو؟ ده كله هوس، كل الحاصل ده. والصوفية، الصوفية أقول لك نحن أحباب رسول الله، منو فيكم؟ منو؟ أحمد التجاني بتاع التجانية قال أنا عندي صلاة نجرتها من راسي أفضل من القرآن من كلام الله بستة ألف مرة. أمسك البرهاني بجاي المجدوع راقد بجاي ده أحمد عثمان عبد البرهاني ده قال أنا الله عديل. ده اختصر الشغل التب، اختصر الكفر التب. قال أجود على أم لترحم طفلها. أنا قال البجود بالرحمات ما الله. مش ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. قال أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. جبريل ميكال إسراف وعزراو جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الله ذاته قال أنا الحق في اللقاء يوم القيامة. أنا الحق، أنا الحق في اللقاء. إذا الأرض مدت والسماوات عقتي. فاترك كل الاحزاب دي. اقرا قرايتك دي يا اخي، اقرا قرايتك دي وصلي في الجامع ده ووحد الله. لا تعلق حجاب، لا تعلق كمون، لا تعلق قلبك بشيخ، لا زر له قبه ولا ضريح ولا قبر بتاع شيخ، لا تتبع لطريقه، لا تمشي لعاطل يفتح عليك الكتاب. خلي قلبك معلق ومتوكل على الله. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. القرآن كفاية وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما بيفهمنا نحن
ولا بفهم ديك، إنما بفهم الصحابة الذين رضيهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورضيهم الله ليفسر لنا كلام الله وكلام رسوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع انتهى. ونحن لا حزب لا جماعة، لا حتلقونا في انتخابات، شفت كيف؟ ولا حتلقونا واقفين جنب صناديق اقتراع، ولا عندنا دار بندعوك له، ولا عندنا استمارة، ولا عندنا سكراتشات بنوزعها، كل ده ما عندنا. عندنا قرآن وسنة وتوحد رب العالمين، وتقرأ قرايتك وتمشي البيت. موضوع انتهى، موضوع انتهى. وأي باطل ما بنخليه، والله الشعب مش لو جاب ارتع كله، إن جاب ابليس برتع معاهم ذاته بإذن الله نجغمهم تت بإبليسهم ذاته بإذن الله سبحانه وتعالى. دي ناس مجارمة وناس زنادقة وناس ملاحدة. والله هذا الذي أعتقده في من يقول أمثال هذه الأقوال جميعا. وبالله التوفيق، نفتح فرصة للأسئلة، فرصة للحوار، للنقاش، للأسئلة. لو في طالب عنده سؤال، ما شرط تكون منظم، ما هي الجامعة دي إن طلعت منها المنظمين، طلعت المنظمين بالجنب ما بيتعدلوهم 2%. شفت كل الجوغة دي والجوطة والغير ده، 2% من طلاب الجامعة ما بيتعدوها. الأحزاب كلها، هي الأحزاب وين ذات فاضية من الخلط؟ أحزاب بتجند بالخلط، والله أحزاب تجند بالخلط، فكرهم ذاته تعطل، بقى ما عندهم أي حاجة، بقى تجنيد بالشهوات. شفت كيف؟ وأمسك بقاد الأخوان المسلمين ديل، طبعا كل ما يفلسوا قضية الأقصى ويجيبوا الصناديق، صندوق يا كافي البلا إن جبت كريم ما بيرفعوا. قضية الأقصى وقضية الأقصى، الجماعة بيرموا والله بامية مو لحبامية، ما بيمشي لناس الأقصى، كيس دكوة ما بيمشي لناس الأقصى. فما تتخدع ساكت يا ناس، والكلام ده كتبه في كتبهم، كتاب الأخوان المسلمون اسمه شنو؟ أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل، فيه الكلام ده براو الأخ المسلم قال كل ما نفلس بنرفع قضية الأقصى، يوزعوا شالات عبد الحي يوسف تلقاه واقف قدام الأقصى ونظارات سود، يا أخي أنت الشمس ما قادر تستحملها، دار تحرر الأقصى يا بليد. أقصى شنو تحرره أنت؟ أقصى ده بيحرروا ناس موحدين لله عز وجل، ناس أقوياء في إيمانهم في أبدانهم، ما ناس زيك شمس ما قادر تستحملها، مظل واقف زي ست الشاي يقول لك ماشي أحرر الأقصى. أقصى بتاع مين يا أخي؟ يا تو أقصى ده، يا تو أقصى، أنا ما أقدر أفهم. فديل كمان مستعبرين تاني بيجوك باسم الإسلام، والمؤتمر الشعبي ده ذاته ما هو إلا زراع ويد من أيدي وأزرع الإخوان المسلمين. دي خلاصة الموضوع، فرصة مفتوحة، لو في أسئلة نجاوب إن شاء الله، لو في نقاش مداخلة ما في مشكلة. السؤال قال: هل الكادر الشعبي القائل لهذه الكلمة أنا أعلم من الرسول هل يكفر بعينه؟ هم ما يكفر بأذانه، ده كافر بعينه وأذانه، كله كافر، سرواله ذاته كافر، كله كافر. ما كافر كيف؟ ده بيعذر فيه بالجهل؟ أنا بسألك، ده بيعذر فيه بالجهل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الحديث طويل فيه قصة في البخاري. الشاهد قال: أنا أعلمكم بالله، في زول أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ربنا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: وإن عذرته ما الحجة؟ ما عنده عذر، ده والله ما عنده عذر، وما كفروا بيدي بس، هم كفار من زمان. قال: والله جل وعلا يقول: قل بالله وآياتي إلى أن قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونعم صحيح، والآية في موضعها، والنازل بحاربوا على الكلام ده وبناظروا على الكلام ده بس لأنه قالوا شيخهم الهالك، بس ده كل الحجة. وأنا بتعجب ناس زي ده الليلة بيقول إحنا مجددين وهم مكسرين في شيخهم الترابي الهالك، أي كلمة بيقول الترابي بياخدوها كأنها قرآن منزل ويقدموها على كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يا تجديد، أنت عندك شيخك ده تنصر بالحق وبالباطل، أي حاجة قال الترابي لابد ينصروه. وبعدين إن كان عذاب القبر ده ما كفر، تقال شنو؟ وإن كان علامة الساعة ده كفر باتفاق العلماء، تقال شنو؟ والناس ناظروه ونصحوه
وناقشوهم وسمعوا الحق، بل بيجيبوا الحق وبيردوا عليه، بيجيبوا الآية وبيكذبوها، بيجيبوا الحديث وبيبطلوه وبيقولوا كذب عشان ينصروا كلام الترابي على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما تسمعوا لهم، نازل ما تسمعوا لهم أبدا. وحذر منهم الطلاب، انت في الغاء حذر الطلبة جنبك كلهم. ولما الشعبين ديل طبعا ناس زنادقة مجرمين، وهنا قال أنا أعلم من الرسول، وقبل كم سنة قالوا الرسول شاعر وكاهن، ما يجوز أسمع عليهم. أعمل اللي عليك، بعد ذاك الدارجي بطريقته، الدارجي بطريقته. فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة لو في سؤال. لو في مداخلة